هذه الجمعة هي آخر جمعة من شهر شعبان، ونحن في هذه الجمعة الشعبانية نلتقي بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة التي أراد وعظنا أن يعظ الناس من خلالها ويبين لهم كيف يستقبلون شهر رمضان، كيف يعدون أنفسهم إعداداً إسلامياً روحياً اجتماعياً، بحيث يدخل الإنسان شهر رمضان وهو يعيش الإسلام كله في عقله وفي روحه وفي حركته في نفسه وفي الناس، لأن هذا الشهر الكريم كما عبر عنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في دعائه إذا دخل شهر رمضان، إنه شهر الإسلام وشهر الطهور، فأنت في شهر رمضان تغتسل وتتطهر من كل عناصر الخطيئة في ذاتك ومن كل قذارة الأخلاق الرديئة في شخصيتك وفي كل علاقتك مع الناس ومعاملاتك معهم، لتكن إنسان الإسلام الطاهر. كيف تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله حسب الرواية؟ هناك عدة مقاطع للخطبة. المقطع الأول يصور فيه عظمة هذا الشهر فيما يريد الله أن يفيضه على عباده من البركة في أرزاقهم وفي أعمارهم ومن الرحمة في كل أوضاعهم ومن المغفرة في كل من كل لكل ذنوبهم، ثم يريد الله أن ينصب للناس مائدة على مدى وجودهم عندما يكونون مؤمنين به ليتغذوا أفضل الغذاء وليشربوا أفضل الشراب، فهم في ضيافته، وأية ضيافة أعظم من ضيافة الله، فهو الذي خلق النعم الروحية والنعم المادية، منه كل نعمة، هو ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة، هو ولي النعمة ولا ولي غيره للنعمة، لأن كل نعمة نحصل عليها من الناس
فإنها مستمدة من نعمه ومن عطائه للناس الآخرين. أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر رمضان بالبركة التي يباركه الله فيها لكم أعمالكم وأعماركم وأرزاقكم وأوضاعكم فيما اختزنه هذا الشهر، والرحمة، ونحن نعيش رحمة الله من خلال وجودنا، فوجودنا رحمة من الله، وكل ما أعطانا الله في كل عناصر كياننا وفي كل ما نحصل عليه هو رحمة من الله والمغفرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر في هذا الشهر ما لا يغفره في السنة كلها. شهره أبرك الشهور، ففي كل الشهور بركة ينزلها الله على عباده، ولكن البركة في شهر رمضان تتضاعف حتى تغلب كل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، لأنها الأيام التي يعيش فيها الإنسان في رحابة الله، في عبادته، في صومه وصلاته وورعه عن الحرام.